يعني اليوم هذه جولة تميز وإبداع في قسم يعني علوم الحياة البايو، وبصراحة يعني هذا القسم يوما بعد آخر يعني يظهر علو كعبة فيما يتعلق ب يعني مجالين، مجال البحث العلمي الرصين بمجلات عالمية مرموقة، يعني بعض المجلات بعض النتاجات السايت سكور يكون أكثر من 14، وهذا بحد ذاته تميز وحالة نفتخر ونعتز بها. أيضا المجال الآخر هو مجال براءات الاختراع، مثل ما نشوف يعني خلال فترة قياسية قريبة كان هذا النتاج يعني عدد براءات اختراع كبير. أيضا موضوع البحوث، الشيء الجميل في هذا القسم أن هناك مخطط لهذه البحوث وأيضا منجز، المنجز قارب 100 بحث خلال هذه الفترة القصيرة فقط، ونتوقع أن يتضاعف هذا العدد انسجاما مع تميز جامعتنا وقدرتها على أن العام الماضي فقط كان أكثر من 1500 بحث منشور في مستوعب عالمي، وهذا الرقم ربما هو ثلث مجموع ما نشرته الجامعة المستنصرية طوال تاريخها، وهذه نقطة تسجل للتطور العلمي وتطور البحث العلمي في الجامعة المستنصرية. هذا اليوم معرض النتاجات لقسم علوم الحياة للأبحاث المتميزة المنشورة في مجلات عالمية رصينة في ضمن Q1, Q2, Q3 وبراءات الاختراع للعام الدراسي الماضي. تضمن هذا المعرض تكريم الباحثين المتميزين من قبل السيد رئيس الجامعة، كان هناك عدد جيد ومتميز من المشاركات، نتمنى الاستمرار بهذا النتاج العلمي خدمة للجامعة. دائما قسم علوم الحياة على إبداء النشاطات العلمية المتميزة من حيث نشر البحوث العلمية في المستوعبات Q3, Q2, Q1 وبراءات الاختراع المتميزة والتطبيقية. كان عدد البحوث المخطط لقسم علوم الحياة العام الدراسي 19-20 تجاوز 150 بحث، والمنجز منها تجاوز تقريبا 100 بحث، تعتبر كبحوث أو كخطوة سباقة من أجل رفع رانك الكلية بالبداية ورانك الجامعة بنفس الوقت.